إذهال الأبناء أبدا من الأعمال الأخرى فهذا واجب على كل من يدرك وكل من يستطيع ويقدر أن يرفع بقومه وينهض بهم أن ينهض بهم. وإذا لم ينهض بهم الله ما بينهض به، الرب ما بينهض به. والرب سبحانه وتعالى عباد كثار، فيهم من جاهل وفيهم من عاقل وفيهم من ناقص وفيهم من حتى بعد معوق. الله سبحانه وتعالى عنده من خيرات من المخلوقات اللي خلقها خير فضيل.